أنا الوصول مشاهدينا الكرام من أشقر لجاسم لخليل، اعتقد اشقر لجاسم بن خليفه بن خميس بن عامر العمري. اذا متابعينا الكرام تهانينا والناموس لجميع الفائزين، تتواصل التحديات والانطلاقات. وحيل المايك والكلمه للزميل جابر الهاجري يتواصل في هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا وعلى بركه الله تعالى اذا اعلنت انطلاقه هذا الشوط وهذا التحدي في ثاني ايام هذا المحلي الرابع وانطلاقه هذا الشعارات والاسماء الرنانه هنا في هذا الشوط واندفاعه هذه الاسماء. ننطلق مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء الى مقدمه هذا الشوط لنرى هنالك مزون وعلي بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري من ينطلق على الصدارة ويغرد على مقدمة هذا الشوط، ولكن التسلل إلى الصدارة وإلى مقدمة هذه التحديات وصلت أمواج أمواج وانطلاقة سعد بن محمد بن سعد النابت المري، ولكن كذلك حصل تغيير على الصدارة هنا مع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع مع انطلاقة وتحديات هنا واندفاعة هنا مع اندفاعة بابل ابراهيم بن عامر بن محمد من ينطلق على الصدارة وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما ثالث الاسماء والانطلاق الثالث وصلت الدوحة الدوحة حمد بن محمد بن صالح بن محمد الجرحب المري من ينطلق على المستوى الثالث رابع الاسماء والوصول في هذا اللحظة والانطلاق الرابع مع اندفاعة وتحديات هنا والانطلاق وصلت شخصية جابر بن دخيل بن سالم بن ربيع الجربوعي من ينطلق في هذا اللحظات، وخامس الأسماء والانطلاق مع تحديات الفائزة من تبحث عن الفوز وتغير مجريات هذا الشوط عبد الله بن علي بن حمد بن جابر آل عذبة من ينطلق إلى مقدمة التحديات المثيرة والانطلاق المثير هنا على الصدارة، والفائزة لازالت على مقدمة الشوط عبد الله بن علي بن حمد العذبة المرية. ولكن مشاهدين متابعين الأعزاء هنا هذه الشعارات والكوكب من النجوم والانطلاق على ثاني الأسماء، وصلت هنالك امتياز بخيت بن حمد بن علي المري من يتابعون عبر قناة الريان، والإعلان هنا مع الكيلومتر الأخير النهائي. يا مضمرين ويا متابعين من غيرت إلى الصدارة وإلى الانطلاق الأول، هنالك مختارة من اختارت الصدارة هنا سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان انطلق على الصدارة، بينما ثاني الأسماء والفائزة وكذلك القادمة. الله يا امتياز، تبحث عن الامتياز وتقدير الممتاز هنا بخيت بن حمد بن علي بن حمد يا بويا الاسم القادم. وصلت هنا العاصمة احمد بن محمد بن دغاش العامرية ينطلق على الصدارة يغادر الى الناموس، والاشقاء يتسللون، ولكن بن رشدان ينطلق على ثاني الاسماء مع انطلاقة مختارة والتسلل من العمق. وصلت هنالك الدوحة وحمد بن محمد بن جرحب، ولكن ثلاثية مثلث الناموس هنا بيقتضي ثلاثة الفائزة، ولكن الله يا روحة سعيد بن عبد الله بن سالم بن كريعة المنصوري، ولكن التسلل هنا انطلاقة وتحديات العاصمة وبن دغاش والعامري ينطلق مع الناموس، وعماري الإمارات عماري العامري وبن دغاش انطلق مع العاصمة هنا مع هذا الانطلاق أحمد بن محمد بن دغاش بن محمد العامري. سلام يا أبناء الإمارات من يبدعون ويمتعون، وسلامي لبن دغاش على هذا العرض المميز عن الأسماء. فكان الوصول من الدوحة سالم بن حمد بن سالم النابت المري ثلاث الأسماء.
ثالث المراكز فكانت روعة، سعيد بن عبد الله بن سالم بن كريعة المنصوري رابع الأسماء، فكان التواصل والانطلاق مع مياس سلطان بن مبلش بن سفر القمي خامس الأسماء، والتواصل مع انطلاقة وتحديات دوما فهيد بن مبارك بن فهيد العجمي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا كانت المتعة والإثارة في شوطنا السابق والشوط التاسع والعشرون من مجمل أشواطنا، فكانت نجمة هذا الشوط وبطلة هذا التحدي مع العاصمة وانطلاقة العاصمة بشعار بن دغاش أحمد بن محمد بن دغاش بن محمد العامري. التوقيت الزمني 4:48.99 جزء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز. ثاني الأسماء فكانت الدوحة مع سالم بن حمد بن سالم النابت المري، والتوقيت ساعة الوصول 4:49.86 جزء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. ثالث المراكز فكانت هنالك روعة مع سعيد بن عبد الله بن سالم بن كريع المنصوري، والتوقيت الزمني ساعة وصوله 4:51.21 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك.